عليك بالتأني وأعطي دون مني وسر نحو الثريا بسير مطمئن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تخيلوا أخواني أخواتي أن هذا البير اللي محفور بهذه الطريقة وهذا الماي الوسخ حقيقة، شوف كيف ماي لون الماي براويكم إياه من قرب، يستفيدون منه آلاف الأشخاص يشربون منه، فهم حافرين هذا البير بطريقة يدوية بدائية عمقه بسيط يشربون. شوفوا هذا الماي لون الطين بالضبط تماما. الآن أنت تبدل حالهم، بالتالي توفر لهم مياه نظيفة، بالتالي صحة جيدة وتخفيف أيضا ألم ومعاناة. هذا أيضا مشكلة يؤدي خطورة أنه لو أي واحد من أطفاله يسحب ماي يسقط فيه يصير شغلة ثانية، إما كسر وإما لا قدر الله موت، يعني كلها في خطورة من كل جهات، من الماي وأيضا من جلب الماي. قرى كثيرة لكن هذه واحدة من إحدى مجموعة قرى اللي يستفيدون من هذا البير. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم بأن نكون خير السند وعون للفقراء والمحتاجين ولهذه وهذه القرى الفقيرة، وجعل ذلك موازين حسناتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هيئة الأعمال الخيرية العالمية معكم على طريق الخير.